طيب اذا هلا بالنسبه لهذا السيستم هي انه عملنا له هون السيميلينج سيميليشن بدنا نطلع الجين والفيز مارجن تبعته راح ارجع هذه هون لواحد مظبوط بيزيد الرايس تايم بس احنا ما حسبناها على واحد حسبناها على واحد يعني قصدي بشكل عام انت لما تنزلي كي شو بتخسري كقاعده عامه بزيد ستيدي ستيت ايرور بسوق الرايس تايم مظبوط بس بخف الاوفر شوت بس بهاي الحاله بتحسن عندي الجين مارجن والفيز مارجن رح يتحسنوا كثير رح يصير عندي انا ابعد عن الستابيليتي ابعد عن الانستابيليتي مور ستيبل سيستم اوكي هلا هون بصير هذه المقارنه هلا احنا تقريبا على هاي الحاله احنا محاسبينها احنا بحساباتنا بيدويا حسبنا انه الجين مارجن حوالي 7 دي 2.2 على 1 تقريبا خلينا نشوف هلا لو اخذنا هذا السيستم رحنا على المات لاب وعملنا البودي بلوت وانا هون حطيت برنامج مثل برنامج بسيط باخذ النيوميريتر، النيوميريتر 3.15 اللي هو حاصل ضرب 10 في 3.15 في 1 وبعدين الدينومينيتر اخذته هو الكونفوليوشن تبع 1 1 من وين اجى ال 1 1؟ اجى من الاكتويتر لانه كان عندي اس بلس 1 في المقام 30 1 اجى من التانك 1 على 9 1 على 3 1 على 1 اجوني من الترانسديوسر اوكي مش هيك؟ وهذا جيد تحطه بهذا الشكل لانه ببين لك من وين يجوا الارقام احسن ما انك تحسبه بايدك. اوكي؟ طيب بعدين عملت هون صنعت سيستم جديد اسمه سيستم اللي هو ترانسفير فانكشن تبعت السيستم. هلا هون لاحظوا انا اللي اخذته هون هو جي اتش اوف جي اوميجا او جي اتش اوف اس. احنا ممكن نفكر بالسيستم انه هون عندي جي اوف اس هون عندي اتش اوف اس مضبوط هاي نيجاتيف فيدباك لو جينا بدنا نطلع احنا الكلوز لوب ترانسفير فانكشن مثلا اوفرول خليها اف تتساوي ايش هي بتصير جي اوف اس على 1 زائد جي اوف اس اتش اوف اس مضبوط هيك والبلس اجت من هون لانه هذه ماينس مضبوط فانا شو اللي ماخذه من هون؟ صارت عندي هلا هي ترانسفير فانكشن جديده هلا حتى اعمل البودي بلوت ممكن انا اعمل بس بود وسيس راح يعمل بودي بلوت اللي هو الجين والفيز بلوتس لسيستم بس هو بحدد الفريكونسيز المناسبه انا هون قررت اني انا احدد الفريكونسيز الرينج الفريكونسيز اللي بدي اعمل عليه بلوت هلا بشكل عام في البودي بلوت في عندي لو فريكونسي رينج بستفيد منه اشياء الميد فريكونسي رينج بستفيد منه اشياء والهاي فريكونسي رينج بستفيد منه اشياء بقدر اتعلم كثير عن الفانكشن والسيستم باني اعاين هدول فانا اللي عملته هون عملت اول شيء بلوت عام بلوت عام بفرجيني الجنرال اوفر فيو تبع السيستم واخذته هلا من وين عرفت هاي الفريكونسيز من معرفتي بالسيستم مش اخترتهم هون اخذت من راديان بير سكند من 0.01 راديان بير سكند ل 100 هدول راح يحصروا كل الفريكونسيز اوف انترست لهذا السيستم قلت له بعدين اعمل بودي بلوت لهذا كوما دبليو اللي هي اوميجا يعني بس احنا ما فيش عندنا اوميجا هون اوميجا اعمل لي بلوت بهذا الرينج تبع الفريكونسيز وراح يحط جريد ويعمل بوز على ما انا اعاين هذا بعدين راح يروح يعمل اللو فريكونسي رينج الميد فريكونسي رينج والهاي فريكونسي رينج بدنا نطلع الجين والفيز مارجن بخطوه اولى اذا راح نعيد هذول 3 مرات راح اعيدها مره للو فريكونسي رينج مره للميد فريكونسي رينج ومره للهاي فريكونسي رينج هاي فريكونسي بالنسبه لهذا السيستم لانه قديش الناتشرال ريزونانت فريكونسي تبعت الدامبر الترانسديوسر كانت اظن 3 مش هيك؟ اوميجا ان 3 فثلاثة هلا بالنسبة لهذا السيستم أنا معتبر هاي إنها هاي فريكونسي اللي هي أعلى من الفريكونسيز الموجودة نعمل هلا رن للسيستم رن للسوفت وير خلينا نطلع على هذه أول شيء أول شيء نطلع على هذا الجزء اللي هون تلاحظوا هون رينج الفريكونسيز
شملنا رينج الفريكونسيز كامل، لاني انا بديته من 0.001 راديان بير سكند ورحت على 100 راديان بير سكند، فشملت كل الفريكونسيز. هلا لما بدي اعاين بالتفصيل راح ادخل واعمل زوم، كيف بعمل زوم؟ بحدد له الفريكونسي، بقول له اعطيني الفريكونسيز. هلا اذا بتطلع هون وين رايح؟ ات فيري هاي فريكونسيز، وين بتروح الفيز انجل؟ ناقص 360. ايش كان الاوردر تبع السيستم؟ فورث اوردر، مزبوط مش فورث اوردر. ناقص 90 ناقص 90 ناقص 90 ناقص 90 ناقص 180 يجوني من ال من الترانسديوسر، وجاني ناقص 90 من الاكتويتر وناقص 90 من التانك، ناقص 360 درجه. اوكي واضح؟ طيب ايش متوقع هذا السلوب النهائي بعد ما انضافوا كلهم؟ شوف قديش بدا السلوب 0 دي بي بير ديكيد، زاد بعدين. اول شيء مين اقل فريكونسي؟ مين ابطا شيء بالسيستم كان عندنا؟ التانك ولا الاكتويتر ولا الترانسديوسر؟ تانك. تانك قديش كانت؟ 1 على 30 مش هيك؟ فعند 1 على 30 راديان بير سكند بيبدا عندي اول سلوب، قديش بكون هذا السلوب في البدايه؟ ماينس 20 دي بي بير ديكيد. بعدين لما باجي بمر، اظن بالاول بمر على لانه اول شيء بيجي عندي الاكتويتر اللي هي 10 مش هيك؟ مظبوط؟ 10 ولا 1 على 10؟ بيجي عندي السلوب، فبزيد من ناقص 20 بصير ناقص 40. وبعدين قديش لازم يصير هون؟ ناقص 80. ناقص 80. خلينا نتاكد انه هاي ناقص 80. هلا لما نيجي للفريكونسي متاكد ناقص 80. هلا في عندنا شغله مهمه، اذا هاي ناقص 80 يعني 24ات مظبوط، وهاي 360 يعني 94ات، هذا بكون مينيمم فيز سيستم مش نون مينيمم فيز سيستم. اوكي؟ اذا في عندي، اذا ما كانش هذا نفس مضاعفه الناقص 20 دي بي بير ديكيد بنفس عدد المرات اللي هذا مضاعفات ال 90، معناها هذا بكون نون مينيمم فيز سيستم، رح احكي عنهم بعدين، اوكي؟ اذا في اشياء كثيره تعلمناها، هلا ايش كمان تعلمنا من هاي؟ بدينا هون زيرو وبدينا هون ب هلا السلوب هيك بس هاي مرفوعه، لا انتبهي مش زيرو، ليش مش زيرو هاي؟ الجين قديش كان؟ 31.5. خذ هلا هون، هلا لما نيجي عليها بنشوف، خذ حد ياخذ ال لوج 31.5 ويضرب في 20. ليش ما قسمت 31.5 على شيء؟ لان 31.5 هي نفسها، هي نفسها جين. فعندي راح يكون لوج 31.5 في 20 قديش بيطلع؟ 29 دي بي. هي 29 دي بي. اوكي؟ كمان إذا اطلعت هون بلاقي هذا ما في ميلان ات لو فريكونسيز، معناها ايش التايب تبع السيستم؟ تايب 0. لو كان ميلانه ات فيري فيري لو فريكونسيز له ميلان، معناها بكون تايب 1، إذا كانوا 20 دي بي بير ديكيد، تايب 2، تايب 3، تايب 4، هذا تايب 0 سيستم، لأنه الميلان ات لو فريكونسيز خلص هون. طيب، نطلع هلا على اللو فريكونسي رينج. هلا اللو فريكونسيز انا قررت انها اللو فريكونسي اخذها من هون لواحد، واحد راديان بير سكند، واحد راديان بير سكند. والله شوف لي هلا واحد على 30 شو بتطلع؟ واحد على 30 ايش كانت هذه؟ راديان بير سكند مظبوط؟ واحد على 30. هلا هذا 10 تو ذا ماينس 1 شو بكون؟ 0.1، هذول كلهم راديان بير سكند، وهذا 0.01. قديش واحد على 30؟ تطلع 0.03 مش هيك تقريبا؟ ف 0.03 هي عندي 0.01 0.02 0.03 هاي النقطة اللي ببدا هون إذا عندها، وهي ناقص 45. أخذ متذكرين فيرست أوردر سيستم، لو أخذت فيرست أوردر سيستم وين النقطة ببدا من زيرو بروح لناقص 90، وعند نقطة ماينس 3 دي بي هاي تقريبا ماينس 3 دي بي مظبوط، لأنه كان هو قديش هون؟ تقريبا 30 أو 29 وإشي، نزل 30 بصير تقريبا 27، حوالين ال 27 تقريبا. اذا هون عم نشوف اثار مين في البدايه؟ اثار التانك. بدينا نشوف اثر التانك من هون اول شيء. اول هلا هون بس يبدا السلوب، المفروض السلوب يصير في البدايه 20 دي بي بير ديكيد، ايمتى برد بتغير مره ثانيه؟ الثاني اللي هو ايش كان؟ 10 ولا 0.1؟ احنا ايش قلنا الترانسفير فانكشن كانت؟ لا لا واحد كانت، مش كانت اس بلس 1. واحد وين موجوده؟ هي موجوده عندي هون. اذا المفروض هذا السلوب يكون قديش؟ ماينس 20 دي بي بير ديكيد. خلينا نتاكد انه ماينس 20 دي بي بير ديكيد، راح ارسم هون خط تقريبا مار في هاي،
رح ناخذ ديكيد، هي ديكيد من هون تقريبا هون قديش كانت هون 20 صفر وهون زيرو مظبوط، فنزلت من 20 لزيرو خلال 1 ديكيد. اذا هون السلوب، اذا لسه هون اثر الفيرست اوردر سيستم اللي هو التانك. واضح انه هون الجين هذا ال 30 اللي هو 29 دي بيز اجى من الجين تبع اللوب اللي هو 31.5. طلع الان على الميد فريكونسي رينج، ايش بقدر اطلع من الميد فريكونسي رينج عادة؟ هي زيرو وهي ناقص 180، ايش بقدر اطلع منهم هذول؟ ايش بذكركم الزيرو والناقص 180؟ فيز مارجن والجين مارجن. إذا هلا هاي يمكن نقطة مناسبة، أنا هون سنترت الفريكونسي بحيث أجيبهم بالضبط، رح نوصلهم من الآن، أوكي؟ إيش عرفنا الجين مارجن والفيز مارجن؟ الجين مارجن هو لما الزاوية تبعت السيستم تكون ناقص 180 درجة، قديش أنا بكون بعيد عن إيش؟ عن الزيرو دي بي، فرح آخذ خط من هون. هاي اسمها الفيز كروس أوفر فريكونسي، مش هيك؟ هاي الزيرو، وين الزيرو؟ لا هذا هاي 10 ناقص 10، هاي ناقص 5 تقريبا قديش؟ وما بقول ماينس 7 دي بي، ايش بقول؟ انا عارف انه هون انا بقول معي في جيبتي 7 دي بي بقدر اصرفهم، مش هيك؟ معي بلس 7 دي بي، في معي 7 دي بي انا بقدر العب فيهم، بقدر ازيدهم، مش لو زدت الجيم من 31.5 زدته شوي اللي احنا كنا نزيد الكي، مش هيك؟ كنا نزيدها من 1 ل 2.2، لو زدتها ل 1.5 كأني ضاعفت الهاي، فبكون اكلت من، بس لسه انا بعيد عن الزيرو، بس طبعا انا ما بدي اكون قريب كثير منها. فانا هون المارجن هي الجين مارجن. هي طريقة علمية طلعناها بدون ما نعمل الترايل اند ايرور اللي كنا نعمله بالسجل. هاي بتساوي تقريبا 7 دي بي، يمكن مبينة هون 7.5. اوكي ايش كمان بقدر اطلع؟ فيز مارجن. الفيز مارجن مهم في الستدي هاي اللي احنا بنعملها اليوم، لانه الديد تايم راح يضيف لي فيز مارجن، راح ياكل بالفيز مارجن. هي عندي الزيرو وهذه سميناها الجين كروس اوفر فريكونسي، نزل منها خط مستقيم من هون. وين لازم تكون بعيد عن مين؟ ناقص 100. هلا هون نفس الشيء الزاويه بوزيتيف، انا لاني مش مديون، انا معي معي شيء اشتغل فيه. هاي 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 تقريبا 140، خلينا نقول هاي 140، ف 140 ل 180 تقريبا 40 ديجري. فانا معي اذا الفيز مارجن فمعي 40 ديجري بوزيتيف، معي 40 ديجري او معي. هلا اذا انا زدت الجين تبع اللوب ايش بصير؟ شو اللي بيتحرك هون معي؟ هذا الخط بيطلع لفوق. لو ضربته، لو رفعته من 1 ل 1.5 كم دي بي بيرتفع هذا؟ لوج النص في 20 ولا لوج 1.5 على 1 في 20؟ 1.5 على 1. اذا قديش احسب لي قديش لوج 1.5؟ لوج 1.5 على 1 بس 20 لوج 1.5 3.5 في 20؟ قديش 3.5، اوكي مظبوط 3.5. اذا تقريبا اذا انا لو ضربت هلا الجيم او لو الكي كنترولر تبعتي هون بدل ما احطها 1 حولتها هون ل1.5 بيرتفع الخط هذا كله، بيرتفع بمقدار تقريبا 3.5. قديش صارت الجين مارجن؟ مين راح يتغير كمان؟ ما بيتغير بس الجين مارجن، بيتغير الفيز مارجن، لانه الجين كروس اوفر فريكونسي وين بتتحرك؟ بتتحرك لهون، هذا ارتفع. لما يرتفع هذا شو بصير بالنقطة هاي؟ بتتحرك هون، لما يتحرك هون ايش عم بصير معي؟ اوكي ماشي واضح؟ إذا هيك احنا طلعنا الجين مارجن والفيز مارجن.